السائل يقول: فضيلة الشيخ، لا بد من الإخلاص في العبادات والمعاملات، على الشخص كيف يزيل الإعجاب بالنفس عند عمله لعبادة أو طاعة ما؟ يتذكر ضعفه، ويتذكر أن الله لا يتقبل إلا العمل الخالص، إنما يتقبل الله من المتقين، ويتذكر عظم حق الله عليه وتقصيره في حق الله، وأنه ما أدى شيئا أو أدى شيئا قليلا. تذكر هذه الأمور، يذهب الإعجاب عنه. نعم.